خلونا كمان نشوف جدية الدولة، فكرة إصدار قوانين أكثر صرامة، ده ممكن يخدمنا في إيه في اللي جاي وممكن يوفر علينا إيه؟ سيادة النائب عمرو درويش وكيل لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب معانا على التليفون. مساء الخير سيادة النائب، ومبسوطين إننا نكون معاك وإحنا نتكلم عن قضية هي واحدة من أكبر تحديات التنمية المحلية في مصر يمكن، وبالتأكيد درستوها واتكلمتوا فيها عشرات المرات في اللجان او في لجنه التنميه المحليه. مساء الخير. صحيح، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ عايزه بس ابدا مع حضرتك من حيث انتهينا، يعني الى اين وصلنا في محاولات او جهود الدوله او جهود وزاره التنميه المحليه في محاولات ايقاف التعديات، والى اي مدى الكام سنه اللي فاتت اللي ظهر فيهم حسم حقيقي حققوا نتائج على الارض على الاقل في منع المزيد من التعديات؟ طيب خلينا بس يعني ان بدانا الحديث عن هذه المساله نتفق على بعض الثوابت والقواعد. مفيش شك طبعا ان جريمه التعدي على الاراضي الزراعيه هي جريمه تستوجب عقاب شديد جدا، لانها مش بتهدد كمان الاجيال الحاليه لكن تهدد ايضا الاجيال القادمه. احنا كنا امام تحدي كبير ان خلال العشر سنين اللي فاتوا يعني زادت بشكل مخيف حالات التعدي على الاراضي الزراعيه. يمكن كانت في جهود من الدوله بتبذل في اطار الحد من هذه الجريمه اللي ما حدش يقبلها ولا نستطيع ان نقبلها الان، خصوصا ان احنا بنتعرض الى مساله تغيرات مناخيه، بنتعرض الى ازمه في الغذاء، بنتعرض الى يعني تاكل الرقعه الزراعيه. فمساله مجابهه هذا السلوك المشين او هذه الجريمه ده واجب مش بس على كمان الدوله لكن واجب على كل مواطن ان هو لا يسمح بمساله التعدي على الاراضي الزراعيه. فدي مسألة لا جدال فيها، ويمكن احنا في لجنة الإدارة المحلية أنا بصفتي أمين سر اللجنة يعني فتح هذا يعني الكلام أكثر من مرة، مش بس كمان في لجنة الإدارة المحلية ولكن أيضا في اللجان المختصة زي لجنة الزراعة في مسألة كيفية مجابهة التعدي على الأراضي الزراعية. ويمكن حضرتك قلتي جملة مهمة جدا إن من بعض الأسباب يعني اللي بيقول احنا عايزين نبني احنا مش لاقيين وما إلى ذلك من الأسباب التي لا تعفي المسؤولية هنا على مسألة التعدي. بس أنا حابب أضيف لحضرتك أنه يجب أن يتضمن المشروع القادم مش بس معاقبة المعتدي والمقاول ولكن يجب أن يعاقب أيضا من سهل هذه الجريمة. يبقى هنا لازم يبقى عندي رقابة مشددة على عمل المحليات بالظبط، من قبل طبعا السيد اللي شاف مبنى كبير بيطلع وسكت واستنى عليه لحد ما طلع رمى أساسات وطلع. يجب أن يكون هناك حساب رابع لمسؤولي الزراعة سواء الجمعية الزراعية أو المسؤولين عن الزراعة في القرى والأقاليم والمحافظات والنجوع، لأنه أنا النهاردة وأنا بعاقب يعني مرتكب هذه الجريمة يجب أن يعاقب من سهل له ارتكاب هذه الجريمة. المسألة مش بعاقبه هو، لا ده أنا بعاقب كمان اللي شاف هذا الفعل وهذه الجريمة ترتكب ولا يعني يوقفها، ولا مش مساله بقى زي ما احنا بنشوف اروح اعمل محضر ولما اجي اتفقل وانا عملت اللي عليا، لا يجب ان هناك وقفه رادعه لمن سهل ذلك. الامر الاخر مهم جدا الشيء بالشيء نقوله، واحنا بنتجه في هذا يعني المنهج المهم جدا زي ما حضرتك قلتي ان يعني الزراعه دي امن قومي، ان انا يجب ان اعيد النظر ايضا في الاشتراطات البنائيه، ان انا ادي مساحه للمواطن ان يكون في تسهيلات ويكون في تيسيرات ان هو يبدا ينطلق في رحابه مصر زي ما احنا بنتكلم على التوسعات في الجمهوريه الجديده، ان يكون عنده الامكانيه بقى في مساله البناء، في مساله المباني حتى ولو بشكل راسي، في مساله التمدد العمراني، ان انا افتح له مجال علشان ما يبقاش في حجه بالظبط. يعني حضرتك تقصد سياده النائب انه اتاحه فرص في الظهير الصحراوي لكل محافظات مصر للبناء عشان نحاول انه نمنع جذور الازمه مثلا. بالظبط كده. ليه هقول لحضرتك ليه؟ لان احنا النهارده لو قلنا يعني طبعا عدم البناء طبعا ده شيء يعني منتهي منه وشيء مسلم بيه. ادي بقى للمواطن فرصه ان هو يشتري قطعه ارض ويقدر يبني عليها. ادي للمواطن فرصه ان هو يستفيد من المبادرات اللي الدوله بتعملها في سكن كريم والاسكان الاجتماعي والمتطور وما الى ذلك. أدي المساحة والمتنفس وطبق العقاب على من يخالف. بالظبط. لكن محتاجين نراجع مسألة الاشتراطات البنائية، محتاجين يكون في زيادة، وأنا في الحقيقة برضه لازم نثمن دور الدولة المصرية
في التوسع العمراني اللي بيحصل وبناء المدن الجديده والمجتمعات العمرانيه الجديده اللي تسهل على المواطن انك بدل ما تدور على انك تخالف بالبناء على الاراضي الزراعيه ترتكب هذه الجريمه، ان اولى بك وافضل انك تنتقل الى المدن الجديده، انك تنطلق في شراء قطع اراضي في الظهير الصحراوي عندك وتبني، او ان يسمح ليك بالبناء بضوابط معينه بارتفاعات راسيه. أنا بشكر حضرتك وبأثمن جدا الكلام لأنه نابع من دراسة للوضع فعلا على الأرض. هم عوامل كتير هي اللي سببت الفكرة دي، أولها الإتاحة أو إتاحة الفرصة للناس إنها تعمل الغلط ويتم تكراره. عندي سؤال أخير وسريع جدا عايزة أسأل حضرتك فيه، عشان بيحصل خلط أحيانا، البعض بيقول هنبني على أرض زراعية هبني مخالف وهقدم تصالح. الناس متخيلة إن قانون التصالح هيمرر أخطاء أو كوارث زي دي في ظل انه هقدم على تصالح وهدفع غرامه، هل ده وارد او هل الخلط ده منطقي؟ طيب هو خلط مش منطقي، لان اولا يعني الباب الخاص بالتصالح هو اغلق من فتره بالتوقيتات اللي نص عليها قانون التصالح، لكن حضرتك سالت سؤال مهم جدا، مساله النهارده ان يكون عندي تصور ارتكاب المخالفه او الجريمه فابدا التف علشان احصل على اجازه بطرق غير متوافقه وغير قانونيه، هو ده مسلك يجب ان يجابه. احنا محتاجين في مساله التعدي على الاراضي الزراعيه دي بالمناسبه الى حوار بناء، نفهم الناس تداعيات البناء على الاراضي الزراعيه. الناس لازم يكون، يعني هقول لحضرتك حاجه، انت لازم ترفعي الحس الوطني شويه انه يبقى عارف ان هذه الجريمه جريمه مخله بالشرف. بالظبط، وده اللي النهارده تم اقراره، ودايما بتيجي في بالي مقاربه زيها زي تجاره الاثار بالمناسبه، زيها زي انك تسيء لاثر، لانه ده بلد، ده احنا بنسيء لرقعه زراعيه. شوف هيك، احنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كان لنا تعقيب من حوالي اسبوع او اسبوعين على مساله التعدي على الاراضي الزراعيه. عايز اقول لحضرتك ان في رصد لحالات في بعض المحافظات والقرى ان ترك المخالف لغايه ما فحت الارض ورمى اساسات وطلع بعمدان. اما تيجي تحاسب الموظف المسؤول انا حررت محاضر، طب انت اخذت خطوه لوقف هذا التعدي؟ منعت ولا بس امنت نفسك؟ بشكرك، دي نقطه في غايه الاهميه اللي سياده النائب بيقولها، يعني عشان بس كمان الناس تطمن انه الدور النيابي لمجلس النواب او دور الرقابي لمجلس النواب شايف ابعاد تانية كمان. سيادة النائب عمرو درويش امين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، قال جملتين في غاية الاهمية. اولا انه في مراقبة وفي عين تراقب كمان المحليات، مسؤولي المحليات اللي بيترك التعدي يحدث. هي بالمناسبة احنا مشكلتنا يا جماعة مش نمسك الحرامي، احنا مشكلتنا نمنع الجريمة، زي بالظبط في جريمة قتل، الأمان أن تمنع القتل مش أنك بس تمسك القاتل. فهي الجرائم اللي تشبه التعدي على الأرض الزراعية أنت عايز تمنعها قبل حدوثها، فالرقابة على ثلاث مراحل، على من سمح، من نفذ، من سهل، وبالتالي بالتأكيد صاحب الأرض أو صاحب المبنى.